السلام عليكم يا شباب. مع طيارة تانية أورجامي بس بطريقة مختلفة وطيران مختلف. نشوف مع بعض. عندي الـ A4 هقسمه بالعرض، بعد كده بجيب المثلث بتاعي والناحية التانية، تمام. بجيب الحرف المائل بتاع المثلث ده على الخط الأفقي، تمام، والناحية التانية. وهنا عند التانيتين دول باجي ماسك المثلث وتانيهم كلهم، تمام. وهنا اهو اجي فاتح المثلث ده واتنيه بحيث ان الخط برضه يكون مطابق مع الخط الورقة اللي احنا تنينا في الاول خالص. هأكد على كل الحاجات اللي هي التانية ديت، تمام. واجي اقفل الطيارة بتاعتي، تمام، بالمنظر ده. بعدين باخد من هنا تقريبا يجي سنتي او سنتي ونص، واجي تاني الطيارة بتاعتي، الخط على الخط والعكس. يكونوا قد بعض، تمام. ونفس النظام هنا، مثلا اقعد سنتي واطلع بالجناح بتاعها والناحية التانية. جربوها وقولوا رأيكم فيها في التعليقات إن شاء الله. سلام عليكم.